احتجاجا على الأزمة المالية والبطالة، نزل 10,000 الإسبان إلى شوارع مدريد ومدن أخرى للتظاهر، منتقدين ارتفاع نسبة البطالة والسياسيين المتهمين بالفساد وميثاق الاستقرار في منطقة اليورو وما يفرضه من اقتطاعات في الموازنة، ويدعو المتظاهرون إلى التحضير لشن إضراب عام. نشارك في هذه المظاهرة تلبية لنداء الشعب الذي يريد التغيير. المجتمع يدفع ثمن هذه الأزمة، وهذا ما نريد تغييره. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر مئات الأشخاص مطالبين بديمقراطية حقيقية وحرية الرأي، قائلين إنهم يرفضون سطوة رؤوس الأموال والحكومات والظروف الحياتية الصعبة والبطالة. نحن غاضبون، إنك ترى ما يحدث في العالم العربي وما يحدث في إسبانيا وإيسلندا واليونان وحتى إنجلترا. الأمور لا تسير على ما يرام، وقد سئمنا ولا نعتقد أن النقابات ستأتي بالحلول الجيدة. كذلك تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على الإجراءات التقشفية، وتظاهر مئات آخرون في العاصمة البرتغالية لشبونة منتقدين خطط الإنقاذ المالية.